السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نتعلمو انصومبل كيفاش نخدمو الكونتراست والكونسيشن، وشنو هما التقنيات اللي يمكننا نخدموهم باش نجاوبو بطريقة سليمة وصحيحة في الامتحان الوطني. وطبعا عندكم الكونتراست والكونسيشن كاين في الامتحان، وكتكون في غالب الأحيان كتكون قطع ولا جوج ديال النقيطات. دونك نتوما ما تفلتوش هاد المسألة هادي، ويلا معانا في الفيديو باش نتعلمو كيفاش نديرو الكونتراست اند كونسيشن. قبل ما نبداو بغيتكم تهبطوا لتحت وديروا اشتراك وديروا لايك. بالنسبه لينكين ووردز اللي كنخدموه في الكونسيشن هما لينكين ووردز ديسبايت ان سبايت اوف although ايفن though، هادو كيكونوا في الكونسيشن. دونك بالنسبه لديسبايت وان سبايت كيخدموا بواحد الطريقه معينه، although ايفن though كيخدموا بطريقه اخرى ماشي بحال بحال. نشوفو كيفاش. بالنسبة although and even though، although and even though نفس المعنى، يعني كيخدمو بحال بحال. نبداو نشوفو. دونك كيعطيكم في الغالب الأحيان جملة فيها two clauses: it's raining outside, we will go out. هذه جملة واحدة قسمتها على جوج باش تعرفو كيفاش نخدمو هاد although. دونك it's raining outside, we will go out. إنها تمطر في الخارج، سوف نخرج. يعني الشتا كطيح لكن واخا هكاك غادي يخرجوا. وبالتالي هنا غادي نخدموا although even though، يعني بالرغم. although كتعني بالرغم، even though كتعني كذلك بالرغم. دونك فين غادي نخدموا هنايا although؟ واش غنخدموها مع it's raining outside outside ولا we will go out؟ دونك في غالب الاحيان كنخدمو although مع الجمله الاولى it's raining outside we will go out. الجمله الثانيه كتكون surprising، كتكون بحال شي مفاجاه وغير منتظره، يعني unexpected غير منتظره، وما تنديروش معها although، تنديرو مع الجمله الاولى اللي هي الجمله ديال the introduction. Although it's raining outside, we will go out. بالرغم من أنها تمطر في الخارج، سوف نخرج. ولا ممكن أنك تقلب وتقول we will go out، يعني تبدأ بهذا الجزء هذا ودير although وتكمل بهذا الجزء. يعني دائما although كتكون قبل هاد الجملة هذه. لكن بغيتكم تركزوا معايا في واحد الحاجه هنا، although وموراها it، وعندنا verb to be raining، هنا it's raining يعني ال continuous present continuous، وعندنا subject مع although. دائما كنلقاو subject والverb، subject والverb، خاصنا subject والverb. we will go out although it's raining، it هو subject، raining دائما. وبالتالي بالنسبة للقاعدة شنو كتقول؟ although plus subject plus verb، although plus subject plus verb. نفس القضية بالنسبة ل even though، even though although كتستعملوهم بنفس الطريقة. ناخذوا هذه الجملة هذه ونحاولوا نديروا لها although. عندنا the phone is very expensive، هذه حقيقة. The phone is very expensive. الهاتف غالي جدا. لكن الحاجة اللي كتفاجأ هي مع ذلك شريته، يعني شريت داك الهاتف. تنديرو دائما although مع الجملة الأولى، يعني although the phone is very expensive، يعني بالرغم من أن الهاتف غالي جدا اشترته، she bought it. اوكي، كما كتشوفوا هنا subject verb، ثم عندنا الكمالة ديال الجملة and الجملة اللي كتكون surprising، اللي كتكون فيها المفاجأة، كتكون في الأخير أو كتكون في الأول، ولكن although كتكون في الوسط. يلا خدوا ديروا بوز الفيديو وصوبوا هاد الاكزامبل أو هاد المثال. The exam was hard, I answered all the questions correctly. الامتحان كان صعبا،
جاوبت أو أجبت على الأسئلة جميعها. أوكي، نصوبه. فين هي الجملة العادية اللي هي حقيقة؟ The exam was hard. نديرو the exam. طبعا نديرو although. Although, sorry. Although the exam was hard, I answered all the questions correctly. وهنا طبعا مع although even though المسألة كتكون عندكم سهلة، ما كتبتلو حتى شي حاجة، كتحافظوا على الفيرب وكتحافظوا على السبجكت. نمرو despite and in spite of. Despite and in spite of. الله يرضي عليكم، بغيتكم ما تنساوليش هاد of وهاد in. يعني ملي كنقولوا in spite خاص هاد of، despite ما كيكونش فيها of. يعني التلامذ بعض المرات كيخطئوا تيديروا despite ويديروا وحدها of، وخا كيكون يعني الإجابة صحيحة داك of كتحسب إجابة خاطئة. دونك حاولوا أنكم يعني ضبطوا المسائل ديالكم، كلمات بحال هادو يعني ما تغلطوش فيهم. He had no time. شوفوا example الأول. He had no time. ما عندوش الوقت. He stopped to help. ما عندوش الوقت. وقف باش يعاون. دونك بالنسبة للطريقة القديمة اللي كنديرو despite مع الجملة الأولى تنديرو despite he had no time. He stopped to help. هنا غلطة. It's incorrect. كما كتشوفوا هنا. It's incorrect. علاش incorrect؟ حيت despite ماشي بحال although، واخا كيعنيو نفس الشيء، ولكن despite عندها واحد القاعدة خاصة. الجواب الصحيح هو despite having. despite having. نهبطو هذه شوية هنا باش يكون واضح عندنا كل شيء. دونك عندنا despite he had no time he stopped to help، هذه غلطة. ولكن عندنا هنا لو فيرب شنو هو؟ هو هاف، والباس ديالو هو هاد. دونك كنهزو داك هاف وتنديرو له الاي ان جي. صافي، هاد الحالة كنديرو له الاي ان جي وكنحيدو شنو؟ كنحيدو السابجكت، حيت السابجكت راه كاين في الجملة الثانية. دونك راه كيوضح شكون هو السابجكت، دونك بلا ما تحتاجو في الجملة الأولى. So despite having no time he stopped to help. Despite having no time he stopped to help. هادي كتحافظ عليها كيف ما هي. دونك هادي correct. نشوفو مثال ثاني. He is hungry. He didn't eat. جيعان وما كلاش. يعني بالرغم من أنه جيعان ما كلاش. So despite، وعندنا ال verb to be. شنو هو ال verb to be؟ يعني is verb to be. كنزيدو له ال ing. عيطتنا ال verb to be وزدنا له ال ing وكملنا بنفس الشيء. دونك despite being hungry he didn't eat. Despite being hungry he didn't eat. فوالا. بالنسبة الاكزامبل الثانية او الامكانية الثانية، فعوض ما تدير هاد ال ing form كتقلب داك hungry، يعني داك الادجكتيف كيولي اسم، وهذه كتكون شويه صعبه على التلاميذ. فانا كنفضل ان التلميذ اللي ما فاهمش مزيان لونجلي وشويه عنده مع اللونجلي، دونك يخدم غير هذا الفيرب، يلقى الفيرب يعني كيكون ديجا عندك وكتزيد له الاي ان جي. الا لقيتي الفيرب تو بي في الغالب الاحيان كيجي هذا الفيرب تو بي، كدير كتحيد از وتدير بي وتدير له ان وكتكمل. دونك ممكن دير الناون، يعني عوض ما دير الفيرب بلس اي ان جي اللي هي هذه، دير noun hunger الجوع، يعني بالرغم من جوعه he didn't eat، يعني بالرغم من جوعه لم يأكل شيئا. دونك بالنسبة ل despite كنخدمو يا noun يا gerund، و gerund هو verb plus ing. كما درنا مع although بغيتكم تصوبوا هاد الاكزامبل. he loves pizza he stopped eating it. pause الفيديو صوبوا ونتلاقاو من بعد البوز. اوكي يلا. he loves pizza he stopped eating it. دونك الجمله اللي غادي نديرو معها despite هي he
loves pizza. So despite وغنديرو loves أنا loves غنديرو line G form ديال love هي loving ونديرو pizza he stopped eating it. نقدرو نديرو ال 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 noun هنا درنا gerund نديرو دابا noun نديرو in spite بحال in spite بحال despite in spite of his love يعني his love love اسم for pizza he stopped eating it. Voilà. Donc in spite of كدير معاها موراها noun right and then he stopped eating it الجملة أخرى اللي ما كتبقاش فيها كاع. دونك هانت كتشوف عندك هنا كدير gerund وهنا تدير noun. وانا كنصحكم دائما يعني اللي كنريكوموندي لكم هو ديروا الان جي باش تبعدوا عليكم المشاكل ربما تدير شي خطا هنا منين تحول ولا ما تعرفش الاسم ديال الفيرب دونك تلقى مشكل. بالنسبه اللي عطاك الفيرب فقط كتحول الفيرب وتدير له الان جي فورم وكتحيد شنو كتحيد كتحيد السبجكت اللي هو هنا هي هو حيدناه فوالا. ونمروا للكونتراست. الكونتراست هو التقابل او التعاكس اللي كيكون عندك جملتين وحده كتقابل الاخرى. تنديروا لينكين ووردز التاليه but however nonetheless nevertheless on the other hand while and whereas. المعنى ديال هاد لينكين ووردز but however nonetheless nevertheless عندهم تقريبا معنى واحد هي لكن on the other hand من جانب آخر while and whereas كيعنيو بينما أو حينما. So but however nonetheless nevertheless كيعنيو لكن on the other hand من جهة أخرى while whereas كيعنيو بينما. نشوفوا أمثلة. I want to buy the phone أريد أن أشتري الهاتف but I have no money I want to buy the phone. كما كتشوفوا الجملتين متقابلتين باغي تشري التليفون لكن ما عندكش فلوس دونك كديروا لكن. nonetheless كما قلت لكم كيعني ولكن وبالتالي ممكن نديروا بلاس بات نديروا nonetheless ولا نديروا كذلك nevertheless. So the homework is easy الواجب المنزلي سهل. nonetheless I have no time to do it ما عنديش الوقت باش نصوبه. The square has four sides نخدموا هنا وراس بينما The square has four sides المربع له أربع جوانب whereas بينما المثلث له فقط ثلاثة. كذلك ممكن ديروا while في هذه الحالة ديروا The square has four sides while a triangle has three كذلك صحيحة. وبالتالي في الكونتراست فقط إذا عرفتوا المعاني ديال linking words راكم غادي تجاوبوا يعني إجابة صحيحة. فوالا هادشي اللي كاين. ما تنسوا تشتركوا في القناة ومع السلامة وإلى فيديو آخر إن شاء الله.